استاذ مويس اللي كسبت عليك. انا لازم اطلع برا البلد كم يوم لحتى احمي حالي. اللحظات اللي غيرتني هي اللحظات اللي ما عملت حسابها وما قدرت غير فيها شيء. احنا عم نشبك ونتخبى، ما بنطلع من بيتنا الا حتى نجيب اكل وشرب لبيوتنا. عم اقول لك شفت الشرطه على باب بنايتي. بفكرك اذا حكيتي رح تبري حالك. مو انت اللي تقلي هدول المواد بدهم اياها شركه ادويه تانية؟ مع ماما؟ رح احكي مع ماما، احكي ماما. ها؟ لك 15 سنة يا ناس! طويل! لا! وين الولد؟ بتحمله وبتاخده معك! طلعني! بتزته بالمخفر! نهر ليش؟ ما دخلنا! إذا بدك تضرب! أبو رجع! اضرب! ماما! يا ميت أهلا وسهلا بالسيد جود. أنا ابني بيعاني من طيف توحد. ما رح فوت معها؟ فوت لحالك، اعتمد على حالك. بدك بطايق إيه؟ يلا عم يستناك هون مطبخ. شو جابك لهون؟ اطلعي برا! أنا آسف والله آسف، ماني عارفة إنه تبع البنات. طيروا خذوا بس خليه يعيش بهدوء واستقرار، عم تفهميني؟ طير! حياة بتحب جود، حياة بتحب.